أعلن وزير الحرس الوطني مشاركة الهند كضيف شرف للمهرجان هذا العام، معربا عن تطلعه بأن تكون مشاركتها متميزة لما تمثله من مكانة وثقل حضاري وثقافي. أجدد الترحيب بضيوفنا الكرام من دولة الهند الصديقة، ونسعد بمشاركة جمهورية الهند كدولة ضيف هذا العام، ونتطلع أن تكون مشاركة مميزة لما تمثله الهند من مكانة وثقل حضاري وثقافي وإنساني ومعرفي. ولا شك أن هذه المشاركة تأتي في إطار نهج قيادتنا الرشيدة، أعزها الله بنعمته ويدها الله بنصره وتوفيقه في مد جسور التقارب والتواصل وعقد شراكات وتعزيزات مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة في شتى المجالات.